إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان من بروكسي. سيد رامي أهلا بك، هل من معلومات إضافية حول هذا الاستهداف؟ نعم طبعا مساء الخير. 4 قتلى طبعا من العالم إذا ما كانوا من السوريين أو اللبنانيين في القصف الذي دمر مستودع للسفيرة لحزب الله اللبناني في منطقة القلمون قرب قارة بالصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت هذه المنطقة من فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. بالنسبة للمستودع دمر بشكل كامل، الانفجارات دوت في المنطقة والنيران كانت تشاهد على بعد بضعة كيلومترات، لكن بالنسبة للخسائر البشرية هم 4 قتلى المؤكدين إذا ما كانوا من اللبنانيين أو السوريين، ولكن هم من العاملين مع حزب الله اللبناني، بالإضافة لوجود جرحى آخرين بعضهم جراحهم خطرة. هذه حصيلة الغارات الجوية الإسرائيلية على هذه المنطقة من الأراضي السورية. بالنسبة لمحيط العاصمة دمشق، هناك صاروخ فقط في محيط العاصمة دمشق، ولكن لا يعلم إذا ما كان هذا الصاروخ مثل ما ذكرت في نشرات سابقة هو استهدف أي هدف في تلك المنطقة أو هو أسقط من قبل الدفاعات الجوية التابعة للنظام. المؤكد هو التدمير المستودع حزب الله و4 قتلى من العاملين مع حزب الله اللبناني في منطقة القلمون السورية. لكن هل من هناك من إضافات أو تسريبات حول المواقع الأخرى التي استهدفت في هذه الغارات أو في رشقات الصواريخ؟ مدى أهميتها؟ هناك نعم هو الأهمية بهذا المستودع الذي دمر، يعني الذي دمر في تلك المنطقة الجبلية الخاضعة لسيطرة حزب الله اللبناني. إسرائيل هي علمت بوجود أسلحة في هذا المستودع الجبلي ودمرته بشكل كامل. هل إسرائيل أيضا لديها كان أهداف وهمية في محيط عاصمة دمشق أم كان هناك حقيقة الأمر أهداف؟ لكن ما نؤكده هو ما جرى في هذه الغارة على منطقة القلمون وتحديدا قرب قارة التي دمرت هذا المستودع وقتلت عناصر حزب الله. في محيط عاصمة دمشق لا نستطيع التأكيد أو النفي إذا ما كان هناك هدف جرى قصفه من قبل الطائرات الإسرائيلية التي مثل ما ذكرنا حلقت فوق الضاحية الجنوبية واستهدفت الأراضي السورية. شكرا لك من بروكسي رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.